مساء الفل عليكم. معانا ان شاء الله. ماشي. قولي مع العملاء بتاعتها بتقرب على الاكل. انا بركز يعني مع الحلوين بتوعي. مساء الخير عليكم العملاء كمان. احلى عملاء واحلى تشكيله نازله اليومين دول. بصوا لمسه بتعمل عظم كل المقاييس. ايه رايكم لما نبدا بالخفايف شويه وخلينا في التقايل؟ شوية خفايف. طب نشوف التقايل دول بعد كده نبدا بالخفايف. ايه رايك؟ يكون الناس اتجمعت والناس دخلت معانا. يلا. انا بس عايز اشوف كده الايموشن عشان بس ادونا باور كده وطاقه عشان نبدا. أيوة كده بطاقه كده وخلاص. ايجابيه. بصوا الكوليه اللي لابساه دي ده. بصوا عظمه. انتوا شايفين مالي الرقبة ازاي ومنور كده؟ شايفين عامل ازاي؟ ده عظمه العظمه. بصوا كوبري. ورومات. هو في كمان رسمه فريزاتشي من جوه صح؟ الرسمه فريزاتشي. فريزاتشي مع الجرومتي من فوق. على الجرومت العريض. بص هو نازل برفيع رفيع التخين تخين تخين كده لحد ما يبقى اعرض حاجه هنا. بس خطير. يمشي بقى على فستان على ثوب على حاجه زي كده. هيمشي بقى معاكي في كل المناسبات كاجوال. ماشي. 21000 جنيه يا رودي. تحفه. في كده الانفلونسر؟ لا يعني بص الكوبري ده والله العظيم الكوبري ده تشوفوه يقول لي يعمل 50000. عايز عينك تبقى هنا والله. مش عايزك تعملي كده يعني. انا بصه هناك على الكوليه. بص هناك على الكوليه. بص على المرايه على الكوليه. بس الفرقه خليك في حالك. بس الفرقه امبارح مش موضوع نظر مش بص بقى عندنا هنا في الجرومت ده. الجرومت ده عرضه يعدي 5 سم. عرضه يعدي 5 سم جاي على رفيع من فوق. بصوا السلسله بتاعته. لمسه بتعمل عظمه. ده عظمه على عظمه. ده خطر. ده الكوليه ده خطر. وفي منه اشكال. في منه اشكال زي كده. في كمان احجام منه. ده وده في بقى الاحجام الصغير بتاعه اهو في ايدي برضو. الرويدة هتلبسه لنا هيعمل 15000 جنيه صغير اهو. خطير. خطر. لا ولا حاجه. هو الجرح شد عليا الحمد لله. مش لازم تقفليه. يا رودي بص كده معلش. يلا يا محمد. هم موجودين عندي. يلا يا باشا. بص عامل ازاي هنا. انا ماسكه القفل على القفل بالظبط. ده كمان حلو قوي. الصغير ده كمان حلو قوي. كم سعره ده؟ 15. ده سعره 15000. ده سعره 15. كده يلا من البدايه. من البدايه يلا. بصوا بقى لمسه بتعمل عظمه. لمسه بتحب عملاءها. مش هنديكم انسيال خفيف هديه النهارده. هنديكم انسيال تقيل. اوبا. على الموشن وعلى الشير وعلى اليوتيوب. دخول اليوتيوب ودخول ال تيك توك وتليجرام. ماشي. بصوا الانسيال والشير بتاع اللايف اهو. انزلونا على تويتر. بصوا الانسيال ده يا جماعه تقيل. على سناب شات. سعره تقيل. انا لولا عيب اقول سعره كنت قلت سعره. تحفه. الانسيال خطير. علبه يا باشا بعد اذنك للانسيال ده. وباين على فكره ان هو كده فخم كده. علبه طويله للانسيال. ده اللي هديه. ده الهديه. هنحطه في العلبه دلوقتي. دي يلا بدايتنا هدية على الشير. على الشير والمشهد. يعني تبعت لاصحابك في الجروبات. تبعت دخلي اصحابك. دخلي حد معانا الصفحة. واكتر عدد هيعمل شير دلوقتي على الجروبات ونعلي اللايف بتاعنا هيكسب معانا. احنا بنعمل عظمة بيكوا والله يا حلوين. اهو هنحط دلوقتي في علبة ونشوف. قبل ما تيجي علبته. يلا يا رودي نشير. وعايزين كمان. طيب هقول لك على اقول لكم على حاجة. خلينا نعمل الانسيال ده على الشير والموشن والتعليقات. التلاتة دول. ماشي. شير وموشن والتعليقات. يلا نشوف التعليقات معانا دلوقتي. في شوية انسيالات. لا ده في عظمة. في شوية انسيالات. في عظمة. عظمة. بص خلينا العدة. نشوف بس بقية الكليات. ماشي. يلا ماشي. احنا قلنا خلاص ابو 15 وريتهولهم. ماشي. بص ده مختلف شوية يا رودي. ده السلسلة بتاعته عادية. بس الجرومت بتاعه كبير. برضه الوايدة دبل. برضه الوايدة هتقيسوا عليها. ده يعمل 10000. بصوا بقى العظمة. والسلسلة بتاعته دبل. بصوا بقى العظمة. بصوا بقى العظمة. اهو الطول بتاعه اهو. حلوة قوي قوي. اتحرك. يلا كومنتات. اكتبوا كومنتات. اكتبوا حلوة كومنتات. حلوة قوي قوي قوي. كتروا كومنتات اكتر. يلا. كومنتات اكتر اكتر. الانسيال يستاهل يا جماعة. الانسيال يستاهل. اهو. الانسيال عظمه. يا رب 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 يا رب
ويا ريت تعرفوا مين اللي كسب من اللايف. افصل السماعه، افصل السماعه، مين افصل السماعه، شيل الفيش اهو، الانسيال اهو اهو، ده هيروح عشان مش في كل الفروع، ده هيروح للفرع اللي 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 قريب منه اللي كسب. هنعمل الشير كتير وكومنتات كتير. انت قلت ده 10,000 اهو. اول ما لقيتكم بتهدوا راح مفكر، اول ما لقيتكم بتهدوا راح مفكر. طب على طول كده كده كده. ايوه يلا عايزين نعمل عظمه. يلا بينا. طيب خلصنا. طب بصي الكوليه ده. الكوليه ده معاه الحلق، استنى. معاه الحلق والطقم، طقم كامل اهو. استنى. اهو الحلق بتاعه ومعاه الحلق بس. ولا معاه الخاتم بتاعه؟ اكيد معاه الخاتم، بس هتلاقي الخاتم في وسط الليله دي. هيلاقي الخاتم في وسط الليله دي. انا بس عايزه اوريهم الحلق. الحلق عظم. الحلق عامل ايه؟ الخاتم اهو. ياخدي. ياخدي. جميل. لمسه بتعمل عظمه. بصوا بصوا الحلق الحلق عامل ايه؟ بصي بقى الخاتم ده فيه اهو وان سايد. باين؟ وفي اه باين. حلو قوي. ايوه ايوه زلنا عشان بتصورنا. هنجي جنبها. بصوا بصوا ده، بصوا يا جماعه. جرب انت في عيني تاني. الخاتم فيه وسع من جوه ودي. فيه دبله من جوه فيها وسع وفيها دي. يعني هو وان سايز بس بيلبس اي مقاس. بص يا فريق يا رودي. يا رودي يا عظمه. فعلا بيلبس اي مقاس. اه والله. على فكره انا ممكن اسحب منك الماما ما تخليكش تصور تاني. ايوه. يلا لسه 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 نعلى شويه. لمسه بتعمل عظمه. حلو قوي الكولي. الكولي خطير. اه الكولي فظيع. والحلقه كمان بتاع سكر. الكولي بيتكلم. قلت لهم بكام بقى يا ودي؟ دلعي بقى يا ودي. حاضر. وريهم الدلع بقى يا ودي. الكولي عامل حوالي 11,000؟ لا 10,000 بس. لا ما تقولش كده. لمسه لمسه لمسه. وبعدين شايفين السلسله بتاعته عامله ازاي؟ السلسله بتاعته عامله ازاي؟ السلاسل الضفيره دي، ايه الضفيره اصلا؟ ايوه بقى. بصوا كومنتات الكومنتات الكومنتات واللايكات الكومنتات واللايكات. الحلقه كمان بتاعه خطير. الحلقه بتاعه لا الكومنتات شايفها بسيطه. هيعمل حوالي 6,000. الحلقه بتاعه هيعمل حوالي 6,000. يلا يا ادمن كتر الكومنتات معاهم خلينا نساعدهم. الانسيال اهو اهو اهو. مش خساره فيكم. طيب يلا. خلصنا الطقم. قلت لهم الحلقه بكام؟ اه قلت لهم الحلقه كمان. الحلقه قلت لهم بكام والخاتم؟ قول لهم الخاتم. الخاتم لا شفت الخاتم كبره ده قد ايه؟ 2200 جنيه. في عظمه كده غير في لمسه في العظمه دلوقتي. لا 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 مش بس كده. بصوا الاساور. ايوه انا نفس الاسوره اهي. عايز اوريهم العظمه. على فكره الاسوره دي على فكره بتاعت الطقم. بتاعت الطقم تمشي. عشان فيها قلبه ايه؟ شغال. بكام بقى؟ الاسوره. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض. استنى هضربها لك هضربها لك. 7,000 7,240 تقريبا يعني 6,500. اوبا ده خطر. ده اوبا الاسوره دي خطر. اوبا لمسه يعني ده كام الشبكه؟ انت عدتي مع اللي عدتي. الطقم كامل بكام بقى كده يا رودي؟ يعني قلنا ده 6,500 6,500 والخاتم قلنا 2,200 يبقى كده 8,700 والكلية قلنا ب 10 25 كل 8,700 طب كل 25 ما يكملش 25 بالحلقة حوالي ما بتقولي كل ب 10 يبقى 17 الحلقة يعمل له حوالي 5 لا الحلقة 6 الحلقة 6 24 بيتدب له 25 بالظبط لمسة 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 تعمل عظمة يعني اشتريتي شبكة كاملة كوليه وحلقة وحاجات كبيرة مش صغيرة اهي ده لا وفي وفي ب 6,000 وفي ب 5,000 بصوا يا جماعه بصوا يا جماعه العظمه بصوا يا جماعه العظمه الاسوره دي لا الاسوره دي الاسوره دي طب بصي دي شايفه دي وكام بقى؟ 6,000 يا ولد لمسه 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 لما اجيب الصوم كده يلا 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 زاويه تعليقات اكتب ياض انت هو اي تعليقات حلوه قوي دي ساعدوا الناس دي هتعمل لها حوالي 11,000 لان دي مدملكه شويه كبيره ودي هتعمل لها حوالي 6,000 دي كمان حلوه قوي قوي ايوه بقى ايوه بقى خليها تولع بقى جميل قوي اهو اهو الانسيال اهو اهو الانسيال كمان حلو قوي يعني ساعدت الحظ اللي هتاخده ربنا يبارك لها فيه يا رب طيب خلصنا احنا كده الاساور وخلصنا دول وفي طقم تاني اهو يا رودي
برضو 10 يعمل حوالي برضو 25 بالدبلة اللي هو الشمس. وماله وماله وريني. بصوا كده بصوا كده شو بتلبس الطقم كله؟ معلش متعبة ليلتك مش فايتة بعد الوقت مالي وعيد معنى ان انت السناب شات بقى. ايوه بعمل انت السناب شات والخاتم بتاعه كمان حلو قوي. الخاتم بتاعه استنى احكي لكم عن موضوع السناب شات ده. استنى احكي لكم عليه. انتوا اهل انتوا اهلنا بقى. بص محمد بيقول لها ايه احنا السناب شات عايزين تمسكيها الواد عشان ما ينفعش غير واحده بس اللي تمسكه. قالت لهم عليا همسكه ماشي مش مشكله وعمل. قال لها طبعا عايزك من 12 كل يوم لحد الساعه 6 8 لحد الساعه 8. طب ليه يا محمد؟ قال لها عشان صورك بالنهار. طب هي صورك بالليل ما بتنفعش؟ طب ماشي ولازم يكدرها من 12 ل 8 كل يوم. هي عشان بنت اختك احنا عارفين يا باشا احنا عارفين هي عشان ايه. فبتكررني فيه. قعدنا نضحك في الموضوع ده اكتر من ساعه. الحلقه كمان بتاعها خطير. الحلقه بتاعها حلوه قوي. التايجرات التايجرات الحلقان التايجرات. التاجر ده في منه دلايه برضه. ده في منه دلايه. لا تسكتي بقى احنا جايين شويه عظمه الايام اللي جايه. احنا هنسوق بنعمل عظمه يا عظمه. ما قلتلهمش الخاتم اللي انت كان مالي صبعك ده بكام؟ الخاتم ده الخاتم ده يعني بصي الخاتم ده بيتحدث لوحده. ايه ده بجد والله؟ امال ايه؟ ما احنا هنفعله 11000 جنيه. بص الخاتم في كده غير في الامسك؟ واحد منين لفين؟ هي مش مصدقه اقسم بالله. لا الخاتم فظيع. تتعيقي وتتدلعي براحتك. اللي يشوف الخاتم ده يقول لك بس انت مليارديره. الخاتم ده سعره 60000 جنيه. اه والله بجد الخاتم شكله كبير وقايم جدا. بص شكله عامل ازاي. الكومنتات يا جماعه اللي انسيها ده اهو. اهو يا جماعه الانسيه اهو 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 انت تتحزري. استني شويه واعملي تاني. ماشي في منه الاصغر شويه اهو يعمل حوالي 7000 ونص. حلو قوي قوي. بس انت كمان حلاوه العدس. انت دايما تخلي وشه للي للي بره للي شايف بره. حلوه قوي. لمسه لمسه لمسه. عظمه 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 عظمه. وفي ده برده ثلاثه. ده ثلاثه ده ثلاثه ده ثلاثه بس ده طويل وده رفيع. شوف ده ده يعمل حوالي 7000 اللي هو ده. ده 7 وده وده يعمل حوالي 7 زي اه زي. حلوه قوي قوي. ده برده ده ده حكاية. حلوة قوي. حكاية. طب هاتي بقى وريهم بقى العظمة بقى كلها. بصوا بقى يا جماعة بصوا الشياكة دي. في يوم كام؟ بصوا الشياكة دي. في يوم كام؟ بصوا ب 6000 جنيه يا خبر أبيض. في كده؟ لا لا يا رجل معلش معلش يا رجل. بصوا وريهم العظمة يا رجل. وريهم العظمة يا بنت. ده عظمة. ده عظمة. أمال إحنا لابسة ليه؟ أيوه أيوه أيوه. 18 8 مش المفروض شغاله معانا بدوام يا عم. انت مالك انت؟ ماشي يا بخت من كده دي خير. قلت لهم بكا ماشي. شوف بقى بكا الازهر شويه اللي هو ده. شوف خليك محضر خير يا اخي. 5000 يا رودي. ده فظيع 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 فظيع. 3000 يا رودي. استنى عشان في صوره. ده ب 3000؟ اه شايفين الخاتم قد ايه ب 3000؟ كان في بنوته كاتبالي عايزه خاتم من 2000 ل 3 اهو وما يكونش شكله صغير. لا لا لسه 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 هوريهم دلوقتي حاجات. هم يعني 3000 مستكترين؟ ماشي ماشي مش مستكترين يعني. ماشي ماشي طيب. على الله خير. ايوه على الله خير. خد اهو. لا لا تقيل ده تاني. انا هوريهم العظمه دي بس. انا مصور واحد ده. يا نهار ابيض. بص الفرش ده. بص 1500 جنيه من لمسه. لمسه 1500 جنيه الخاتم. لمسه في كده غير في لمسه؟ لا والله انت رايح في ده. ايوه ده دورهولي اهو اهو. ايوه كده ايوه كده. اشتغلوا معايا وريني التانيين. اهو 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 اهو. الكيلو 6000. نعم الكيلو 6. انا عايزكم تخشوا على على التيك توك تشوفوا الفيديو ده. لا لا شويه ضحك في الفيديو. بص هتبطل الضحك. الخاتم ده كمان عظمه. ده جميل قوي. ده تقيل شويه. ده تقيل شويه عشان التاج بتاعه مفروض. مش عامل ازاي؟
لا مش بس كده يا بصي يا بصي يا بيتي. لا انا عايز اوريكي واحد جامد قوي. انا كنت لسه شايف الورده وعامل 2000 جنيه اهو. بص الورده ده عامل 2000 جنيه. بص مالي صبع ازاي؟ بص مالي السبع ازاي؟ حلو قوي. في كده في الفلامسه؟ لا لا طبعا. احنا بدنا نسالك عشان نعمل عظم. بالظبط يعني معروف. لسه ولسه ده شوية خواتم فعلا كثيره. اجيب لك انا عظمه دلوقتي عظمه دلوقتي. طيب 1800 جنيه يلا. لمس لمس وفي ب 1000 يا جماعه. في ب 1000 انا النهارده اقول لك على ابو 1000. لمسه معلش بص بص 1300 جنيه 1300 جنيه من لمسه. في كده غير في لمسه؟ لا 1300 جنيه ده عظمه ده يا جماعه. لسه ولسه حلوه قوي. كمان ممكن تاخدي بقى معاد ابله ب 2000 جنيه. ايوه دلعي نفسك ما بقاش في حاجه خلاص مع لمسه. ركزي ركزي. بص 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 يا عريس بص يا اخويا شوف لمسه بتعمل ايه. شوف لمسه عملت معاك ايه. خاتم اهو. لا وايه الثانيه خاتم اهو ب 1300 جنيه. اللي شوفه لك لو معاك ب 1000 جنيه 2300 جنيه عملت شبكه محترمه. مبقاش في حاجة خلاص. دبله ومحبس وخاتم ب 2300 جنيه. في كده غير في لمسه؟ لا مفيش. طيب ممكن تجيب لي علبه يا اسلام والدبله والمحبس عندنا هنا. دبله ومحبس وخفاش البرون. وشغلي بقى يا دبله عندنا عندنا اختي قريب يا جماعه. وريهم العلبه تبقى عامله ازاي. يلا بقى يلا بقى يلا بقى نخش على عظمة النسيان. وبعد كده نبدا تاني في ال اوب اوبا اوبا. بص 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 يا رودي بقى انا عايزك تقولي انت الاسعار. ماشي انت حطي لي انا هقول الاسعار. 2000 ونص. ايه ده انا بقول الاسعار. 2000 ونص. في كده غير في لمسه؟ لا. في كده غير في لمسه؟ لا. في كده غير في لمسه؟ لا. ماشي 2000 ونص. بصوا كمان طعمه الجرومات ومع الالوان الروز جولد والجولد بيعملوا ميكس خطير. ولا بتاعت في الفروع في الفروع؟ لا ماشي مش هات الفروع مش هات ده عظم. بص بقى هو المفروض كله بصوا مش عامل ازاي؟ مش عارفه اروح. يا بنتي موجود والله مش عارف انت اللي ما عندكيش ثقه. موجود كل حاجه باينه. عايز الخادم الفريزاتشي والدبله الفريزاتشي. بصوا ده 2800 جنيه. الحاجات دي بتبقى حلوه قوي مع الساعه. حلوه حلوه. لمسه لمسه. يلا يا جماعه الكومنتات. انت قلت ده بكام؟ يلا يا جماعه الشير. 2500. يلا يا جماعه اللايك. 2800. 2800 حلوه قوي قوي. 2800. ماشي؟ ايه رايك؟ 3000. بص بص كمان. بصوا هنا في رسمه الفيرزاتشي حلوه قوي قوي. كل ده هبنا فيرزاتشي فيرزاتشي. مشغلوا لنا اغاني مش اسلوب. طيب ما تزعلوش. 1700. في كده غير في لمسه؟ لا. في الكلام ده غير في لمسه؟ لا. ردي يا رويده. في الكلام ده غير في لمسه؟ لا. طب ردوا يا عملائنا يا جمال. في الكلام ده غير في لمسه؟ مفيش. امال احنا لمسه ليه؟ احنا بنعمل عظمه. ايوه بقى احنا بنعمل عظمه مش عاملين ازعارينا. واخدين بالكم فينا شغلين بالكم بينا تيجي ايه انتوا فينا. احنا بنعمل عظمه مش عاملين ازعارينا. احنا اللي شاخنا خلينا دول. الله 2300 بشتغل على طول. 2300 لمسه. لمسه انا عايز الاشكال دي بقى. لمسه لا انا عايز ال حلوه قوي 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 قوي. اهو الدبله ب 500 جنيه يا جدعان. المحبس ب 500 جنيه. طب بالوان اهو بالوان. جابوا لكم منه الوان كمان عشان تدلعوا براحتكم. في ابو 1000 ده عظمه. ده ابو 1000 ده ابو 1000 وده ب 500 اهو. ومعاهم دبله زي دي بالظبط. الدبله زي دي زي دي كده. الدبله عليها برده كارتير وعليها الفرزاتشي وعليها كذا حاجه. يعني بصوا اهو ده المحبس اهو وده الدبله. ايوه الجيش قال لك اتصرف. اهو خلاص يا رودي اهو تعال تعال. حط الدبله اطيب كده يا واد. الدبله اهي كده اهي دبله. وادي المحبس ايوه اهو. وادي الخاتم. ما لقيتش اكبر منه. ماشي هو ما لقاش علبه اكبر منه. تحفه اهي. بصوا يا جماعه اهي طبعا بعلبه كبيره هيبقوا حلوين اهو. استنى يا عم انت حلوين كده باينين كده. دي بكام بقى؟ ب 2500 جنيه الشبكه دي. 3000 جنيه كبيرها عشان الفرزاتشي ده التقيل. يعمل 3000 جنيه. في كده غير في لمسه؟ لا. شبكه ب 3000 جنيه تملى العين تملى العين. ما شاء الله يا جماعه دي بتبقى فين؟ بصوا بصوا
بصوا كل اللي يعرف حد هيخطب بيقولوا لمس 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 لمسة لمسة, لمسة, لمسة. خليها هنا تاني جنب العيد ماشي. كمل انسياب وممكن بدل الخاتم تاخد امسيه. ما في امسيه بدل العظمه عملت اتنين هوبا عيني كمان على الكاميرا. يا ابني انت مال يا ابني انت مال 2000 ونص. حضرتك بيأثر معاك في 2000 ونص. سنديكي بقى كام واحد ب 2000 ونص؟ ماشي انا غلطان تحس ان انت كفيفه. اعمل كده ودي اديك كام واحد ب 2000 ونص. اتظرف الكاميرا كده ثانيه ودي اديك كام واحد ب 2000 ونص. ده زيه معلش اتنين 2000 ونص 2800 ماشي. يعني هات كل اللي فرنج الالفين 2000 ونص ماشي. بص الانسان ده قد ايه ب 2000 ونص ماشي. استنى انا هجيب لك ستين. مروحش ليه؟ ما ده هو ده. اه وجبت الثاني وده هو ده وده هو ده وده ايه؟ دول اتقل شوية دول اتقل شوية خلاص خلينا في دول. دول ب 2000 ونص. في كده غير في لمسه؟ لا لا. بصي كمان حتى لو تلبسيهم مع بعض شكلهم مش حلو قوي قوي عشان أيوة. دلوقتي يلا الموضه بقى. يلا بقى تلبسي كذا انسيال مع بعض. ما تكتبش مع موبايل هو مع موبايل ستانه هعمل حركه دي واخد كذا انسيال بشوف فيها مع بعض. اكتب يا شوكه حلوه. اكتب يا شوكه ده 3000. بصوا بقى كام حاجه ب 3000 تحفه. خش 3000 ونص. نهار ابيض على طعمه الامثال ده. ما احنا لمسه ليه؟ احنا بنعمل عظمه. ايوه حلو قوي الامثال ده. بص لسه لسه يا رودي لسه يا رودي العطاء ما خلص لسه يا رودي. ده في شويه 3000 ونص شغال والله. لا ده معيش ده يتلبس لوحده. ماشي بص عامل ازاي. بصوا الامثال قد ايه. يلا نخش في القتل بقى. بصوا يا جماعه 6000. بصوا العظمه خطير ده خطير. 12000 هاتي ده بقى لوحده 12000. بصوا 12000 حلو قوي قوي يا نهار ابيض. بصوا ده بقى ده 12000 ركزتوا. بصوا ده بقى بصوا العظمه ده 6000 جنيه. في كده غير في لمسه؟ لا. في كده غير في لمسه؟ لا. في كده غير في لمسه؟ لا. 6000 جنيه. بص خطير خطير خطير. بص ضخامته. بصوا الفخامه. بصوا الفخامه لسه 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 شيء. يلا 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 قربنا قربنا قربنا. يلا ماشي خلاص. طيب بصوا ده الانسيال تاني. اه ما خدش خلاص. الانسيال تاني اهو بتاع المسابقه. اهو اهو الشبكه الشبكه ب 3000 جنيه. الشبكه ب 3000 جنيه. مش عارفين بيقع. ماشي ماشي. بصي ده 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 تحفه. ده برضه ده بصوا فيه في الجولد والروز جولد مع بعض. اه بيبقى ميكس خطير قوي. بيبقى جامد قوي. ايه ده ايه ده ايه ده. ده ب 2000 ونص. ده ب 2000 ونص. في كده في لمسه 2000 ونص. فظيع 100 100. سيبنا بقى من كل ده خلاص بقى نيجي للحلويات. نشتغل بقى في الحلويات. نخش على الحلويات. دي من الحلويات دي يا رودي. ها دي من الحلويات. يلا يلا الخاتم هنا كمان تحفه يا جماعه. وريهم الخاتم هنا. بص الخاتم كده يا محمد على طول هنا. اقصى خاتم ده عامله 5000 جنيه. اقصى خاتم من 2000 ل 5000. بصوا العظمه بتاعتهم. يلا بقى عشان نخش على العظمه اللي بجد. الله خش عليا بالعظمه. يلا يا روزي خش عليا بالعظمه. العظمه 900 جنيه لمسه لمسه 900 جنيه كلي كوره يجنن. بص يا خراشي على الطعام. حطي عليكي بس يا روزي حلوه قوي. لمسه فرجتي هتتدلع. 900 جنيه لمسة 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 لمسة. وبعدين شايفين الكورة شكلها كبير. يعني الكورة كبيرة. بص بص يا روزي وريني الكورة اللي معاكي دي يا روزي. نفس دي نفس الكورة ولا الكورة دي مختلفة؟
يعفر شوية. لا هي دي اصغر شوية. دي اصغر شوية. 800 جنيه. يا حلاوتك يا لمسة. 800 جنيه يا حلاوتك يا لمسة. 800 جنيه مع لمسة. 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 العين ده برضه عمل قلقان بيعمل قلق. ايه ده؟ ده في لمسة؟ لا. بص. بص كل ده. شوفوا شوفوا الطعامة. يا بابا. اهو. اهو. شوفوا الطعامة والريحة دي بكام؟ يلا وري. وري. خش يا معلم. حلوة أوي. خش يا معلم. حلوة أوي أوي. خش يا معلم. 600 جنيه بس. لمسة. ب 600 جنيه كل ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ عشان احنا لمسه. احنا لمسه ايه يا عم ده؟ لمسه. يبقى لمسه هتلبس مصر كلها دهب ولا لا؟ ايوه دي حقيقه. والسعيد جاي لك يا صعايده. جايين نعمل عندكم عزم. على فكره انا صعيدي. على فكره يعني احنا صعيدي افضل وامل. لسه 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 العظمه لسه العظمه لسه العظمه. طيب بس هو احنا هنسكت على كده؟ لا طبعا. ما احنا هنسال ايه؟ بص ده بص واحد بص الشياكه ده الحاجات دي تبقى حلوه بقى في الهدايا. تجيبي حاجه كده مرتبه كده على الهادي كده يعني تدلعي نفسك كل فتره كده الحاجات اللي هي الدلع دي. طلعت 600 جنيه برضه. بص في كده بقى في كده بقى لا بجد في كده في كده غير في لمسه في الدلع ده غير في لمسه. وريهم الشياكه يا رودي. وريهم يا رودي الشياكه. وريهم يا رودي العظمه. بصوا ده طولها بالظبط القفل عند القفل. يلا يلا عايزين نكسب 3000. يلا 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 نعلى. لا لا بص يا رودي استنى عشان مش باين عشان الاسود ده مش باين عشان الاسود اسود حواليه فسوس صغيره. لا كده باينه. 600 جنيه 600 جنيه العظمه دي ب 600 جنيه مصروف بنتك في الاسبوع الدول هتنزل تجيب بيه كوليه وتتعايف في الجامعه وتتدلع. شوف شوف يا بنات حمزه ده والله ما جربتها. محمد انا عايزك تروح لي الجامعات تعمل نعمل فيها ايه؟ حاضر الشغل اللي انت في الجبت ده محمد بس احمد ان شاء الله برضه مش العظمه دي. الكوليه ده الكوليه ده الكوليه ده بيعمل قلق بجد. والانسيال اهو الكوليه والانسيال مع بعض. اوبا اوبا الكوليه 900 جنيه. لا والله لا والله لا والله لا الكوليه 900 جنيه. يا نهار ابيض الكوليه 900 جنيه والانسيال ب 750 جنيه. في كده غير في لمسه؟ لا في كده غير في لمسه؟ 1650 الطقم 1650 الطقم. في كده غير في لمسه؟ لا. بصوا كمان شكل العين حلو قوي 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 ما شاء الله محروسه من العين ما شاء الله. لا لسه ما كملناش العطاء يا ريت. اوبا اوبا كنت لسه هقول لك ديني بسرعه. اوبا 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 الخفايف برضو يا جماعه خلينا متفقين ان هي برضو ليها رونق لوحدها في حته ثانيه. لا لا الخفايف ليها ذوق مع نفسها بالظبط برضو خفايف بس مش اي حاجه. ايوه انا بقول لك في حته ثانيه احنا دي. مش اي حاجه في حته ثانيه. بصي بقى الشتاء داخل ومحتاجه مطره محتاجه بتاع عملنا لك كل بصي كام شمسيه ادي 1 2 3 4 5 6 7 شمسيات تقدري توزعيهم على العيله. ماشي ماشي 3 ايوه معايا لسه 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 الانسيال لسه ما عملش الشغل العادي. اهو اهو لا الانسيال الاول اهو 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 وريهم وريهم العظمه. بصوا الكوليه واخد الرقبه كلها ازاي. 1600 جنيه لمسه 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 ب 1600 جنيه الكوليه ده كله 1600 جنيه. بصوا على الابيض احنا قسناه على الاسود. بصوا على الابيض استنى اشفط الكرش اشفط كرش باين. لا بتقلها ماشي ده
ده يا جماعه ب 1600. بصوا الجمال تحفه, بصوا الجمال, لا فعلا تحفه, لا بجد هو تحفه. طبعا هو لما بيكون على اللحم كمان بيبقى حكايه, لان هو بيجي هنا كده اه يعني. بص كده يا ودي, بس انا وريها على الوش كده, وريني يا ودي يا اختي يا اختي. بص 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 يا كارودي, بص يا جماعه, بس طبعا هي مش باينه عشان رودي لابسه كول. ولابسه كول ايه؟ ولابسه كول ايه الحرف ده؟ اه يا جماعه حرف خطيب. الكوليه ده يا جماعه في منه كل الحروف, يعني الكوليه ده موجود منه كل الحروف. اه حلو قوي قوي. بص يا جماعه, بص يا جماعه العظمه, 1600. يلا يا لمسه, يلا يا لمسه اللي جاي فينا, يا لمسه بالخفايف, يا لمسه. يلا يلا جاي له اهو, طبعا في الوان من كلها من اللي احنا بنقيسه. بص ده, ده تاني وريهم بقى, مش لازم تفكي. وده الورده, لازم مش لازم, خليه كده خليه. انا عايزه ماشي هي اكواريوم. بص ده اهو التاج, وده الورده. الورده كمان عظمه, الورده عظمه. لا لا ورني كده, لا التاج عظمه. اه لا بس الورده برضو خطير. الورده خطير. سعر سعر كام؟ 1600. بس الورده عشان اتقل شويه, الورده يبقى 1750. الورده 1750. بص المفاجاه دي, مفاجاه بجد. دورين مفاجاه, كليه دورين, مفاجاه مفاجاه بجد. 650 جنيه كليه دورين من لمسه. في كده غير في لمسه؟ لا. في كده غير في لمسه؟ لا. مصر تلبس دهب كلها ولا لا؟ ايوه. مش مصر بس وغلاوتكم, يبقى مصر وبره مصر ان شاء الله باذن الله. سقف سقفوش ليه؟ سقفوش ليه؟ يا ابن حرام عليك, سقفوش ليه؟ لا ما سقفش ليه يا عبدو. عبدو انت بتكتب كومنتات الصبح, بيكتب كومنتات بيكتب كومنتات. ورونا تاني. بص 600 جنيه في كده؟ لا 600 جنيه. لا لا انا مش هاخد بعض, معلش. عادي عادي حبيبتي, اهو بس بس كده. لمس 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 عظمه, لمس عظمه. استنى ما اشوف بس ايه. لا شغال شغال. يلا لا 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 احنا بنكسر, بقول لك نكسر نعدي الثلاثه. ما هم طالعين نازلين. استنى استنى ورينا تاني. اه اهو تاني, وعايز اشوف الايموشن يا جماعه. ليه على فكره انتوا مصغرين؟ قال لهم دي تاني. اه انتوا مصغرني. لا لا ما الايموشن شغال اهو, هو معاه شويه لايكات بس. لا لا مش شغال, مش شغال زي ما بيعملوا. لا ما تصغرونيش ارجوكم. يلا يا رودي العظمه, يلا يا رودي العظمه, يلا يا رودي العظمه, يلا يا رودي العظمه. نبدا بالايفنت بالتيفاني. سوري تيفاني. بص الكولي ده, لا لا ده انفينيتي. انفينيتي اه انفينيتي. 800 جنيه, 800 جنيه, 800 جنيه, 800 جنيه. مفيش كده غير في لمسه. 800 جنيه مفيش كده غير في لمسه. الانسيال بكام؟ الانسيال ب 800 جنيه برضه. مفيش كده غير في لمسه. لمسه 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 لمسه. متأكد ده ب 800 جنيه متكود غلط؟ لا لا مش متأكد منه. لا لا اتأكد منها. اتأكدي بس كده؟ لا مش بس كده. بس كده؟ لا مش بس كده. ايه اللي فيه؟ افتح ايه اللي فيه؟ ورينا الانسيال تاني, الناس نسيت ايه اللي فيه اهو. ايه اللي فيه اهو؟ الانسيال. الانسيال ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا بقول لك الناس نسيت ولا ايه؟ ايه ده 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 ايه ده؟ ايه ده؟ على فكرة ما يصحش كده. ايه ده؟ ما يصحش كده. ومش يموش. لا. لا يا موش انا اهو. لا لا. انت كده بتسميه ده موشن؟ ده الموشن بتاعي؟ ده 2 3 يا جماعة 1000 جنيه. لمس لمس 1000 جنيه من لمس لمس. الله 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 الله. مش هتعلمنا كده؟ احنا بنعمل كده؟ وريهم العظمه, وريهم العظمه دي عظمه عظمه يعني. وريهم العظمه ب 1500 جنيه من لمسه. لمسه 1500 جنيه لمسه. لمسه عظمه 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 عظمه. يلا
كل باش نطلع هو ده يا جماعه يعني انا عايز اقول لكم بس عشان احنا صارنا رخيصه يعني مستعجلاتنا قليله يعني ده لو لقينا حاجه زيه بره هو طبعا مش هنلاقي زيه بس لو لقينا حاجه زيه بره هتلاقي مثلا يعمل 900 1000 كده بره الحاجات دي مش موجوده غير بره مصر بره مصر بيبيعوا ون بيس بيبيعوا بكام بقى بالظبط كده ب 500 درهم 500 درهم يعني كام ب 2000 جنيه او 1600 جنيه درهم ب 4 وربع تقريبا 2100 او 2000 5 درهم 2000 يعمل 2000 نزل مصر نزل مصر ايه نجري عشان دول علشان الايموشن والناس ناسيه الشيء 70 لا يا جماعه 70 الايموشن يا جماعه يا 700 70 ايه 70 70 حجز لي 10 ده عظمه ده لا تيسي ده عظمه تيسي لا ده عظمه احنا هنعدي عدى على العظمه دي لحد ما تيسي ماشي اه وريهم كده وريهم العظمه وريهم العظمه يلا لس يا خراشي على الطعامه ولس ولس حلوه قوي حلوه قوي قوي يا بيترج القلب ويتهز ما ده انا اللي بغنيها مش هو اللي بيغني والصوت اللي طالع من موبايله ده ايه ده بالذات ما حدش يقدر معاه يا شانل 1000 جنيه شانل لمس لمسه 1000 جنيه شانل لمسه لمس لمسه لمس لمسه عظمه عظمه يلا يلا عظمه يلا عندي عظمه هنا ايه طب نوريهم دي ولا يلا 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 نبدا بايه نبدا بايه نبدا بالدورين ماشي يلا بص الجروميت الدورين كما يجب ان يكون بص يا جماعه بص يا جماعه الشياكه والاوشام طبعا الشغل ده كله كاجوال زي ما احنا عارفين بصوا الكام ده 4500 جنيه وليه جرومات دورين 4500 جنيه ده انا هاخد واحده وانا ماشيه والله حلوه قوي قوي خد يا بنت تقعد تغلاش عليك الترابيزه كلها حبيبي 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 لا ما بحبش في العالم قد ايوه صح لا لا استنى بقى نرجع الانسيال ده نرجعه ونحط لهم الانسيال بقى اللي هو ابو لا 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 خلاص لا 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 صل على النبي صل على النبي خلاص هم عرفوا غلط هيشيروا دلوقتي هيشيروا دلوقتي اه هي عاملها مشكله يا اخي جميل قوي الكوليده عظمه هندولي خلاص اه والنبي حلوه قوي قوي وبعدين الشكل اللي فوق غير الشكل اللي تحت لا ده لي شكلين معاك اللي معاك واحد من واحد لا مختلفين ده كمان مختلف اهو وريني كده اه ده كمان عظمه برضه ده كمان عظمه لا هو واحد بس 6000 ده اتقل شويه ايوه تاخد واحد بس لا هاخد واحد بس لا ماشي هاخد هاخد ده يا عم تاخد اللي هي عايزاه انا قنوعه انا قنوعه تاخد اللي هي عايزاه طب بص يا ريس مش بس كده يا ريس بص دي المدورين برضه اه الحاجات اللي مدورين دي يا جماعه خطيره جميله قوي لا ومدملكه يا رويده تقيله يعني مش من ساعتها تفضلي يعني اول ساعه على طول ساعه على طول في البيت عادي بصي دي تعمل 3 وبعدين بصوا تقدروا تضيقوها يعني ليها بصوا 2 مدور لو عايزه تضيقيها اكتر تقدروا تضيقيها لمس عظمه عظمه بصوا ده اول مستوى فيها اهو لو عايزين بقى على الرقبه كده حطيها في المدور الثاني تبقى دي على الرقبه حلوه قوي قوي في منها الاشكال دي يا موت على معايا الشكل ده اهو الشكل ده كمان حلو الشكل قوي ده وفي الشكل ده اللي زي اللي كانت لابسه روايد طيب يا جماعه دي بقى السبحه الاسلاميه بصوا السبحه الاسلاميه دي مكتوب فيها ايه لا انا هخليك يا واد تقسيها آية الكرسي وكلمة الله. كان دي يا رودي ب 4000 تقريباً.
تقريبا 4000. شايفين كمان الحمصات اللي فيها يا فروشي على طعمتها وليم العظمة. بصوا الطعامة بتاعتها يا حيا الهلال مع الصليب. دي المسلمة ودي المسيحية. ودي المسيحية يا حيا الهلال مع الصليب. لمسة بتعمل عظمة. 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 الدين لله والدهب لله. الدين لله والدهب للمسة. حلو الكلام ده. بس اللوم سعر دي لأني دي أقل شوية. دي السبحة الطويلة. اهي. انا وريها لكم. دي السبحة الطويلة. اهي. هنا العذراء. ستنا مريم. وهنا اخرها الصليب. السبحة دي مش موجودة غير في لمسة. لمسة. لمسة لمسة. تعمل كام؟ 7000 تقريبا. تحفة. الحمصات كمان بتاعتها بصوا. كبيرة. الحمصات بتاعتها كبيرة. شايفين كمان الصليب. هي السبحة دي بتتخفي فيها الوقت. هي اصلا. والاسلامية بقى. وفي كمان منها وانسيات. طبعاً. الاسلامية سعرها كام؟ طبعا بيتخفوا. الاسلامية كمان قلت انا كمان. الاسلامية 4000. 4000. يعني بقى على ايدك كده. الإسلامية 4000. بصوا كمان آية الكرسي تلبسيها بقى وامشي في الشارع بقى براحتك وتثبتي ايدك بقى. انت متحصنة خلاص. انت متحصنة خلاص. بصي يا بدي في منها كمان يا خروشي. لا لا بصي دي بقى الحكاية دي مكتوب عليها كلمة الله. لا طبعا هلبسها. وازرق بقى عشان العيد. ازرق عشان العيد ب 5000 جنيه بس. 5000 جنيه قلنا سعرها. ماشي كمان بقى 5000 على الطعامة. لا حلوة قوي اللون اللون ده لون فروزي صح؟ فروزي يا اللون ده يا جماعة فظيع. حلوة قوي. لا مني بشو الناس اللي شيار كتير. حلوة قوي قوي قوي. بص الشياكة ازاي. بصوا العظمة. خطيرة دي خطيرة. ما تشغلنا حاجة محمد كده. مش عارفة. نفرش شوية. حط أمك. شغلنا بتاعت عظمة ما بتتفلش. عظمة لسه ما دخلتش. هنشغلها مش هنهر الذهب واحنا بنغني. ماشي ماشي شغل شغل قبل ما تفصلنا شوية. ماشي بص بص دي لمسة. حلوة قوي قوي. وبصوا كمان في منها الابيض. يعني بصوا ده الازرق. استنى استنى. ده الازرق في منها اللون الابيض. بدل الازرق ده ابيض. في كل الالوان. في بقى ده. بص. دي هتعمل لها حوالي 3400. تعمل لها حوالي 3400. هي كلها سلسلة عادية ومن تحت كده جرومات. انا مش عارفة ايه الشكل ده بصراحة. هو ايه الشكل ده؟ الشكل ده ايه؟ مش عارفة. بس هي حلوة. حلوة في لايف. حلوة عشان تاني مرة. في بقى منها اشكال كتير. في بقى منها القلب. في بصي يا رويدة ده بتاع نفس اللي انت قلتيه ده يمشي على الانفيال ده. على الكولي. على الكولي ده. اللون بتاعها الابيض زي ده. اهو بصوا استنى. اهو بصوا اتفرج عليه في اللايف. الكولي اهو والانسيل اهو. بس ده ازرق. ده ازرق وده ده اهو ده فروزي. يعني في بقى التلات الوان دول. وهو اللون الابيض بتاعه اهو. الانسيل يعمل له حوالي 2000. يا ابو واصف كريستيان واصف. اي خلص الكلام. حياتك في اللايف يا معلم. يلا. بس اشكال السلسله كمان عشان تتخطف. بس دي عشان ايه كانت غايبه وجبناها تاني. البرارينا الصغيره معاها كمان الحمصات الالوان. 2500. تحفه 2500. وعندنا بقى الحاجات دي. الحاجات دي كلها براندات يا جماعه. كلها براندات. اهي 4000. دي كام يا رودي؟ دي 3100 مثلا. 3100 جميله. كلهم نفس الفكره. سلسله جرومات. جرومات على سلسله. جرومات سلسله على جرومات على لعبه. دي 3500. بص القفل ده 3500. ده القفل اللي عامل زي الشنطه اللي هو فيه زيها القفل على القلب. قلبي ومفتاحه بكام يا رودي؟ برضه حوالي 3000 كده. بصوا السلسله دي يا جماعه بتكسر الدنيا. الورده موجوده بقى كل اشكالها. 2000 جنيه. والخاتم والحلقه. والخاتم والحلقه طقم والاسوره. الاسوره والانسيال كله موجود. نازل كل الفروع. خطيره دي.
بصوا البرومات اللي فيها اكتر شويه من التانيين، والقفل بصوا الفصوص الملونه اللي فيه عظمه. الاديه هلبسها في السنه. اه بس يا رجاله مختلفه حلوه قوي قوي. تاني الانسيال اهو، الانسيال اهو اهو، لمسه بتعمل عظمه. شيروا كومنتات كتير، انا مش شايف كومنتات كتير ولا انا شايفه الايموشن خالص. يلا يلا اهو بصوا عامل ازاي. هتعمل لها حوالي 3800، حوالي 3800. الالوان اللي كتيره دي حلوه قوي، مديها شكل كده مختلف كده، بحجه كده مديها لها بحجه لمس رونق. لمس كام بقى؟ ب 3800. الله حلوه قوي. الله 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 الله. بص العظمه دي كمان خطيره. بص العظمه دي، بص يا جماعه الجمال ده، وب 2800 بس. الحاجه ما بيبقى فيها الوان كتير كده بتديكي راحه نفسيه. لا وتقيله. اه قلت سعرها؟ اه حلو قوي قوي. كام؟ 3500. تحفة. حلو قوي. لمسة، ما احنا لمسة ليه؟ عشان احنا معظم جميلة ومدملكة. اه يعني مختلف يعني. عارفة مدملكة. طيب اه نسكت؟ لا نجيب بقى لاخواتنا المحجبات السلاسل الطويلة. اهي بكام بقى اللمسة؟ 4000 جنيه يا خبر ابيض. و 3500 و 3800 في كده غير في لمسة يا جدعان. هو ده طولها؟ بص طولها يا جدعان. بصوا 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 العظمه. بصوا كمان دي اهي عظمه عظمه. نفس الطول بتاع دي بالظبط. عظمه بس دي هتبقى اقل شويه. اه اه نفس الطول دي هتعمل لها فتحه 5.5. ودي بصوا فيها حمصات كمان. ايوه دي عشان الحمصات عامله 5.5. ودي تعمل حوالي 4000 3800 كده. حلوه قوي قوي. حلوه قوي. خش على الانسيالات بقى. خش على الانسيالات الجامده. يلا. نبدا بايه؟ بالعين اهي. بص العين دي، بص يا جماعه العين دي شياكه ازاي. بص كده بص الرقه، الرقه بكام ده؟ ب 700 جنيه. بصوا بصوا رقيق ازاي؟ حلوه قوي قوي. بصوا رقيق ازاي؟ بصوا بصوا الرقه. ده احنا ورناه لهم الوانه. اه في 3 عيون ودول 3 عيون لون كمان. بصوا كمان دول الثلاث عيون، في منهم العين الواحده وفي منهم الثلاث عيون. اللون ده كمان خطير. الثلاث عيون الالوان ده كمان فظيع. بص بكام يا رودي؟ استني يا رودي. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض. لا اوريهم لونه الثالث واللي انا بعمله. لا 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 مش مصدق. لمسه لمسه 1000 جنيه عظمه. 1000 جنيه والله عظمه. بصوا الانسيال ايه ده؟ في كده غير في لمسه؟ لا والله العظيم ما في. والله العظيم ابدا. والله ما في يا بنتي. بص 1000 جنيه 1000 جنيه. الشركات اللي بتشحن لنا الشغل وتدخله الدمغه وبتاع اقسم بالله بيقولوا انتوا روعه، بتجيبوا شغل روعه. ودخلوا الخال بتاعه. اه وريهم الخال كده يا ابني. الخال بتاعه عظمه. الخال بتاعه عظمه. كام بقى الخال؟ حوالي 1000 ونص 1600 الخلخال. بص يا خراشي يا خراب على ده. ده روش يا خراشي على ده. هم كلهم روشين يا روش. بصوا سلسله والعين كده هتبقى متجمده. اه بص في كمان منه اللون الثاني الالوان. طب استنى نشوف العين واحده. طب عين واحده ب 1300 جنيه تحفه. لمس اللي بالعين واحده ده خطير. 1300 جنيه. ممكن تطقمي بقى تاخدي الخلخال مع الكوليه مع الانسيه. ايوه مع الانسيه مع الانسيه. استنى فين الانسيه؟ اه تطقمي بقى. بكام بقى الطقم ده؟ طب ما نشوف الطقم ده بكام. 800 800 كام؟ 1600 3000 جنيه. 3100 3100 طقم العين حصانه من فوق لتحت. اقول لك لا الخلخال فعلا طعمه مش طبيعيه. بصوا كمان الاطفال دي بيتكتب عليه ومعاه كمان القفل الديزني. وعلى فكره في زيه كبار انا ورته لكم في المنصوره. برده في زيه كده يتكتب عليه الاسماء التاريخ الحروف. بيتكتب عليه الاسم وهنا بيتحط عليه القفل. حلو قوي قوي ده الاطفال. بص طيب كمان كنا خلصنا من سيارات الاول. يا بنت كنا خلصنا من سيارات الاول. طب ما دي انسيالات. لا اطفال هم اتنين بس اطفال. لا بص ده بص يا خلاص حلو قوي ب 1700 جنيه ومكتوب بص عليه لاف من الجنب من هنا. لاف من الجنب. لا لا بص هنا الشياكه. بص بص الشياكه. بص الطعمه والشياكه. حلو قوي قوي. لمسه ده قلت سعره كام؟ لمسه ب 1800 جنيه. حلو قوي. لمسه قوي قوي. لمسه بص مش بس كده مش بس كده. استنى 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 استنى
فين 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 لا فاضي لا صح اللي جنبه بصوا بقى بصوا دي بصوا دي بصوا دي لا اطفال برضه بس لا اطفال بصوا في واحد في واحد في دلوقتي بصوا يا جماعه ده اطفال ده ب 1000 جنيه بصوا البنك ليف مع الجرومات ده يعمل له حوالي 2200 لا 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 بصوا العين ده بصوا العين ده بصوا العين ده بصوا العين الجبار ده ب 2300 بص تحفه تحفه لمسه العين خطير لمسه لمسه شياك الطعام لمسه لمسه العظمه لمسه حلوه قوي قوي حلوه قوي بصوا دي كمان زي السبحه المسيحيه استنى دي كانت عامله قرنوش استنى بصوا السبحه المسيحيه اهي بصوا 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 يا جماعه ادي الصليب والعذراء والحمصات وفي زيها برضو الكبيره زيها دي كبيرة. زي السبحه بالظبط دي زي السبحه بالظبط اهي والصليب بيبقى مدلدل من تحت حلو يعني قوي برضو بيبقى كده مثلا يا رودي والصليب مدلدل من تحت كده قفل هيك قفل لك عشان تبان للناس اخواننا اخواننا الاطباط مش ناسيين هي السبحه كده هي من فوق مش عارفه العذراء لا ده مش العذراء اهي العذراء وادي الصليب الصليب بص الشيء بيبقى نازل كده كانها دليه في كده غير في لمسه لا في الجمال ده غير في لمسه لا 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 على رهان على رهان لا مش موجود لا مفيش هو من غير رهان هو مفيش ما احنا لمسه ليه بص ده بس في السلسله دبل من هنا ده دبل وايه بقى الفراشه اللي متشاله من هنا محطوطه هنا, هنا. في كده غير في لمسة وحيات أمك انت عم تعمل الشغل ده في اي حتة بكام يا رودي؟ تعمل لها حوالي 1800 لمسة 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 وبصوا كمان ده بصوا ده ده كمان خطير ده يعمل له حوالي 2100 حوالي 2100 فظيع 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 وريهم كده الأنسيلات دي بس دي كمان دي تمشي أطفال ده أطفالي ده أطفالي كل ده أطفالي ده كله أطفالي وفي دي كمان شفت الأنسيال ده؟ بصوا ده بصوا ده يا جماعه بصوا الشياكه يا جماعه بصوا العذراء هما الحمصات ثلاث حمصات والصليب لا لا بصي ده ده شكل غير اللي كنت لابساه الاولاني طيب ب 1200 جنيه تحفه في كده لا في كده لا في كده لا خلي الفقير ياكل يلبس خلي الفقير يلبس خلي الفقير يلبس في حاجه ثاني كده لابسه تلبس مصر كلها وما تلبس تلبس مصر كلها وريهم بقى الاطفال العظمه بصوا تحفه تحفه العينين من الجنب والكف في النص وكام بقى يا ولدي 1300 جنيه كلام فاضي يعني لمسة. لا مفيش مفيش بصي ده كمان يا ابني بصي ده يا جماعه ده مكتوب عليه ما شاء الله شفتي ورا ورا ما شاء الله واللي بقى الخلاخيل الملونه دي كانت عامله قلق لما جت قبل كده الملونه جت تاني اهي اللون ده فظيع فاكرين الخلخال ده زي فاكرين السلسله اللي انا لبستها قبل كده اللي هي الدورين كانت نفس الالوان كده بص يا جماعه الخلخال ده الخلخال ده الخلخال ده ب 700 جنيه بس ما بيرجعش بالحجاره 700 جنيه ما بيرجعش بحجاره هو حجارته خفيفه يعني بس هو ما بيرجعش ده بصوا يا جماعه الجمال بصوا يا جماعه الجمال 700 جنيه يخلص 600 جنيه كمان احنا ما قلناش السلسله 600 جنيه كده بس ده 600 جنيه يا ولد في خلخال ب 600 جنيه في خلخال ب 600 جنيه في لمسه في لمسه لمسه بس بصوا كمان السلسله دي في منه اشكال لا لا انا عايز يا جماعه ده ده معلش ده معلش انا عايز ده يعني اخلي معلش يا محمد النبي لبسه لحد من الموديل وصور ماشي نخدم من الموديل ماشي عندنا موديل جدا جدا هلبسه انا صوره عليا هي قال لك عد من الموديل بصوا بصوا العظمه بصوا العين من تحت وكلها حمصات كده ذهبي لمسه لمسه تعمل لها بقى حوالي كام حوالي 3200 حوالي 3200 الفوليه ده خطير 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 خطر حلو قوي خطر المحجبات في منها اشكال كتير قوي بس المحجبات دي يا رودي في منها اشكال كتير قوي من القلب ده بصي القلب وفراشه كل دي محجبات يعملهم يعني بتبدا من 4000 لحد 5000 5000 ونص على حسب ايه اوزانها وريني يا رودي دي هتعمل لها حوالي 4100 اللي هي الفراشات هتعمل لها حوالي 4500 عشان تقيله شويه دي هتعمل لها حوالي 4200 بتختلف على حسب الوزن بتاعها بس هي بتبدا من 4 ل 5500 بص بقى الطقم ده الطقم ده 73 73 2 يبقى
5 ونص ده ب 5000 جنيه صح ده تقريبا حلق وكليه وانسي حلو قوي قوي ومعاهم الدبله والمحبس اللي احنا شفناهم 6000 جنيه كانت دول بخمسة؟ خمسة. انت حبيت حسبت اتنين بس مش تلات قطع خمسة الف انا مسؤوليتي انتوا شايفين كمان الحلقه قد ايه انا مسؤوليتي لمس احنا من كتب نصدم الاسعار بيبقى حاسين حد فينا متلخبط مين دي الاطفال دي تقوم الاطفال دي بالك طبعا عشان الاطفال عليها برضو اقبال شديد عليها بس انا كنت النهارده على حاجه الاطفال دي ظهرت امتى دي جميله حلوه قوي انا بس انا اقول حاجات الكبار استنى بصوا كل ده عامل ازاي ده برضو كروميت بس دي تقيله شويه دي عامل لها حوالي 5300 بس باين عليها ان هي تقيله بصوا عامله ازاي حلوه قوي قوي في منها تقيل وفي منها خفيف يعني هو في منها كتير ومنها كتير بص القلب ده مش كده يا ده هو القلب ده مش كده ده يعني ايوه هو كامل لها حوالي 3400 جاي من عند حلو قوي 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 ما هو ده المطلوب طبعا ده انا نسيت اوريكم الحلقه ده شايفين الحلقه ده قد ايه هيعمل له حوالي استنوا كده هيعمل له حوالي 9000 ونص 9600 الحلق ده كله ده ما جابش شويه حلوين يعني الحلق خطير انت بتنام ولا ايه انت في ده جوعان بص يا محمد عارفين الحلق كل حسيت بص ده يا جماعه ده الشيكة قوي شادي بيقول لك ده الشيكة قوي بصوا هوب رجعنا يا ريت انا مش شغال بقى هسمع الناس شويه عشان نقفل حلو قوي اسمع الناس اكمل حلو قوي 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 انا افتكرته كده لا بجد يبقى كده حلو قوي الكل ده برضه الكل جميل قوي طب طالما نكمل بقى وقاعدين معانا نطلع على الله حكايه مستني ماشي يا شيخ الله 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 ما شاء الله عظمه مش عارف انا معلم حلوه قوي بتبقى واخده لا يا معلم بص والله اللي بقى عظمه الكينج بكام 3000 ونص والله الكليه انا ماسكاه في ايدي حاسه بتقله اهو ده الطول بتاعها تمشي على فكره كمان محجبات اهي حلوه قوي قوي وريهم الطول بتاعها كده بصوا حلوه قوي شفت البلالينه دي كمان دي بالينا مختلفه شويه حلوه قوي دي برده دي تعمل لها حوالي 2400 حوالي 2400 الله بص العظمه دي حلوه قوي دي برده وري ميرج على الاسود مع الحاجات دي هتنور بصوا ده يا جماعه ده شيك قوي فظيع وبعدين بلند معروف بصوا خطيره 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 لا دي ابيض خطيره كانت خطيره وبكام يا انت وبكام يا انت 3000 لمسه 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 بصوا بصوا البنينه دي اللي هي بقى فيها البنطيل والحركات دي جميله وب 2000 ونص بس اللون بتاعها كمان تفكروش القمر ده يا خرابي يا خرابي على البنات والدلع بنات حلو قوي الجامعات تدلع بقى وبعدين تقدر بقى تقول لبنتك ايه وابنك ايه لو نجحت في الترم اللي جاي هجيب لك حاجه من لمسه حتى لو ب 500 جنيه يا ابني شغل لنا حاجه يا ده واخدونا من كتر العظمه بص العظمه ما ده الاصل بص العظمة ده بص العظمة ده 1000 جنيه لمسة لمسة 1000 جنيه من لمسة لمسة افتحي يا معلم حلوة قوي 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 جبارة جبارة الحاجات دي بتبقى خطيرة كل الشغل ده في كل الفروع وفي المنصورة كمان مرة المنصورة كمان مرة المنصورة بس مش مشكلة احنا حبايب اليومين دول منصورة منصورة منصورة
بابا هناك منصور منصور اي ابوك هناك ايوه منصوره المنصوره منصور عشان ابوك يعني يا ابني ما تشغل يا ابني يا ابني قال له يا ابني ايه ايه مش فاهم ايه اديني التليفون وانا عايز خالك ومامتك هنا خلاص اه اه شغل لهم بقى بسرعه يلا يا جماعة الصبح اللي بيصورنا مش هشغلكم اغاني مش ده مش ده مش الصبح ده الصبح التاني نجيبوا كده يا جدعان يا سمسم يا قمر انتي ما تورينا حاجات الاطفال دي على ما هو يطلع اهو اشتغلت الاطفال دي بصوا الطعم ده حلق حلق وكليه وانسيال الانسيال يعمل له حوالي 1700 الكليه يعمل له حوالي عشان بعرف احسب التوتال كله على بعضه الكليه يعمل له حوالي 2500 الحلق يعمل له حوالي 1100 حلو قوي قوي الطقم ده والطقم ده هو بصوا هو مش اطفالي قوي بس يمشي اطفالي برضو ده مش اطفالي خالص لا مش اطفالي خالص يعني اه مش عارفه بس يمشي عادي لا لا يمشي لا 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 مش اطفالي خالص ده لا يا رمي ده ماشي ما تقوليش في داية هو انت حطيت الاطفالي على الوش واحنا اتفاجئنا باللي تحت اه ده بص ده يا جماعة بقى الحكاية التفني ده خطر بصوا بتاع باربع تلاف جنيه كلين والانسيال بألفين جنيه بصوا الانسيال هشغل لهم هم دلوقتي زي ما مش عارفة حسابي يذلنا والله عشان منه حاجة بص الانسيال احنا عايزين نخلص عايزين ناكل بجد احنا شغال معانا ناس كافية عم عايش اللونة ما احنا بناكلش نعمل ايه طيب ما هو الفلتر فيه زياد بألفين العصير يعمل حوالي ألفين كل ما تشتري اكتر نقطك وهداياك هتكسب مع موبيلاوي ايوه كل ما تشتري من لمسة اكتر نقطك وهداياك هتكسب شفتوا الفرق؟ ايه هيغني امتى؟ يا لهوي هيغني امتى؟ قدم شويه دي دخلت الليسي ميرسي يا محمد ميرسي ميرسي تعبك بقى بصوا يا جماعه الليسي ما تجيبش في كلمه من اللي قالها احنا فعلا بجد بنعمل عظمه الشغل ده ما حدش بيعرف يجيبه لمسه بتعرف تنقي الذوق الحمد لله اللي الذوق ده بيعجبكم ده اهم حاجه طولنا عليكم وبجد كان اليوم عظمه المسابقات بقى يا باشا يلا خد الموبايل دي الموبايل اللي جنب المسابقه سلام هنكسب دي موبايل نشوف اللي كسب لا لا اللي فات بتاع الكليه 21 وريهم كمان الاسم هنوريهم دلوقتي موبايل شاشته الثانيه مكسوره معلش ما نشوفوش بس وريهم خلاص ماشي مصداقيه مصداقيه يا استاذ مصداقيه يا استاذ اهي مصداقيه يا استاذ مصداقيه يا استاذ دي مين؟ دانا ادم دي بتاعت الشير بتاعت الشير استاذه دانا ادم اكتر دانا حد آدم. عمل شير مبروك يا دانا مبروك يا دانا الكاونت بتاعها اهو الف مبروك يا عمر دانا قربت منين دانا؟ لا ما انا ما اعرفش اسال محمد شوف دانا منين هتبعت لها كليه الفرع اللي تقول لك عليه يعني قبل ما نوصله شوفوا منين اقرب فرع ليها عشان نودي لها الكليه ال 21 القلوب انا فاكره اللي هيطلع في اللايف اللي طلع في اللايف اللي فات ايوه طيب وفي كمان بتاعت سوره رودي الناس قربت الناس قربت ما حدش جابها بالظبط ما حدش جابها بالظبط بس الناس في ناس كتير قريبه قوي 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 فكرت بين اللي جايبينهم اهو موجودين فلترت موجودين معانا 50 واحد هنختار منهم طب يلا فلان 500 يمشي اه ماله 500 انا منافسيني نفر يلا يا باشا كده هنفكر من 50 نفر هنختار مع شويه زياده كان على انسيال تقريبا صح؟ اه كان انسيال المسابقة بتاعت النهاردة قد ايه؟ المسابقة بتاعت النهاردة بكرة ان شاء الله في لايف بكرة ان شاء الله هنلحقش ايه؟ هنلحقش مش هنحاول يعملوا كل الشروط مش هنحاول يعملوا كل الشروط اديهم اديهم وقتهم انا مش هنزنقهم عشان ما يجوش يقولوا ان انا غلطان اديهم وقتهم يومين ماشي يومين حلو نلغي لايف بكرة بعد بكرة اللايف بتاع بعد بكرة بتاع يوم الاربعاء ان شاء
في لايف يوم الاربعاء عظم كده مفيش لايف بكره عظم انت تقول لي بنعرف في لايف في لايف شغاله مش بتنام برضه ماشي احنا ممكن نطلع لايف بعد ده صغير بالقرعه ليه بقى هنكتب بقى اساميهم في ورقه وهنوري الناس الاسامي ماشي احنا ممكن نوريهم دلوقتي ان الناس دي اللي هتبقى اساميها مكتوبه اللي عليهم العلامات هنكتبهم دلوقتي وهنعرضهم بعد اللايف نطلع في فيديو طب نعملهم ونخليها بكره في لايف بكره ايه دلوقتي لايف واحد صغير كده نعملهم بكره انا وراي ده لايف صغير خلاص احنا على الله حكايتنا هنكرر عشان ما بنعرفش ننزل كرر مفاجاه طيب هنسيبكم شويه لحد ما نفرتر الكلام اللي هم بيقولوه ده ونرجع اه والله وقع بالمناسبه بالمناسبه موضوع الدبله الالماس شكلها مش هتتم لان مفيش حد عمل كل الشروط خالص الناس صح. الناس اه الناس يعني اللي عمل سبسكرايب واتفرج ما عملش شير ما عمل... موضوع لسه ما جابتش اللي تستحقه الصراحه نعمل ايه نجدده تاني نفكر الناس بيه مش مشكله نفكروا الناس بيه طيبه قلب ونفكر بيه ما في ماشي ونسخنهم عليهم يلا يلا نقول لكم بقى تصبحوا على خير بجد لايف عظمه بجد الشغل عظمه يما بقى اوريدي ما خلصناش اوريدي شغل في الفروع المنصوره الصبح هيكون فيها شغل واسكندرية هيكون فيها بكره الشغل اتاكد على المنصوره عباسية تجمع التجمع كمان عامل عظمه اللي من دول عامل عظمه التجمع